يقول أن النبي عليه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرة. وحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثمن الحجام خبيث. كسب الحجام. كسب الحجام خبيث. نعم، الحجامة مباحة وكسبها حلال، لكنه خبيث بمعنى أنه ردي، أنه ردي، لأنه نتيجة لمص الدم، فهو ردي من النوع الردي من الكسب، ليس من النوع الجيد. فالخبيث يطلق ويراد به الردي، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي الردي من الطعام، ما هو الخبيث الحرام، لا، الردي من الطعام. وقال صلى الله عليه وسلم في البصل هذه الشجرة الخبيثة، يعني الرائحة، رائحتها مكروهة، ولا البصل حلال، ما هو محرم، لكن رائحته مكروهة، فهو خبيث بمعنى أنه ردي. فيطلق الخبيث على الشيء الردي وإن كان مباحا. ومنه كسب الحجام، هو مباح، ودفع الرسول صلى الله عليه وسلم للحجام ومباح، لكنه نوع من الحرف الرديئة المهينة.